من المتابعة عبر الهاتف بينضم إلينا الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني أستغل وجود حضرتك معنا يا فندم في هذه المداخلة الهاتفية ونشرح القصة كده من الأول. إيه اللي حصل لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ما تم القبض على محمود عزت؟ وليه هناك إصرار مستميت من قبل الجماعة على تولي إبراهيم منير كمرشد جديد في وجود أصلا يعني رفض من شباب جماعة الإخوان لإبراهيم منير، وأيضا في دفاع قطري مستميت أيضا لإبراهيم منير، ويعني تناسيا لكل يعني ما يطالب به شباب جماعة الإخوان؟ هو طبعا الخلافات قوية جدا داخل تنظيم الإخوان بالذات في مصر ثم في الإخوان الهاربين إلى تركيا. المسائل بتتفاقم وبتزيد في كل مكان، في أسباب لكن في كل سبب من الأسباب اسم إبراهيم منير موجود. ففي تركيا في أموال كثيرة بتروح هناك، المفروض ان الاموال دي بتروح بعضها او الجزء الاكبر منها ينفق على الشباب اللي هربوا من مصر بتوع الاخوان، وعملوا لهم جمعيه هناك من الجمعيات، المفروض ان كل واحد فيهم ياخد مبلغ من المال. الشباب ده لقى نفسه مشرد ما بياخدش اي حاجه، والملايين اللي بتروح بتذهب الى رفاق ابراهيم منير، اصدقائه تلاميذه ورجاله، بيغنموا بيها، بيشتروا بيها عربيات بي ام دبليو، والكلام دوت هم فضحوا نفسهم بيه. يعني مش الكلام ده مش كلام بنرميه بالغيب كده، لا كلام هم قالوه. بسام النجار في فيديو شهير جدا، ده احد الاخوان الهاربين في تركيا وعضو مجلس شورى اخوانه، كان عضو مجلس الشعب في مصر، اتكلم في فيديو عن انه رجاله ابراهيم بيسرقوا، ابراهيم منير بيسرقوا ملايين وبيشتروا عربيات بي ام دبليو لنفسهم ولاولادهم وسايبين الشباب مشرد هناك. برضو الجبهه في تركيا منقسمه الى قسمين، قسم محمود حسين اللي هو الرجل الامين التابع الامين كان لمحمود عزت، وده من ايضا رجال ابراهيم منير. والجبهة الثانية بتاعت عمرو دراب، بينهم وبين بعض ما صنع الحداد، حتى ان هم بيبلغوا لما في فريق منهم يعمل اجتماع في احد الفنادق الفريق الاخر بيبلغ الشرطة عن هذا الفريق.